الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به. يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أستثمر الصيام. إخوتي أحبتي المشاهدين، سيكون استثمارنا لهذا اليوم عن موضوع يخص العلاقات بين الناس، ألا وهو موضوع حسن الجوار. الجار للجار ولو جار، مثل عربي مشهور معروف لدينا يبين أهمية الجار وأهميته في الثقافة العربية والإسلامية. إذا كان هذا الأمر مهم فما حقه علينا؟ حقوق الجار كثيرة، منها كف الأذى، رد السلام، صيانة عرضه، زيارته في الأوقات التي تناسبه، والكثير الكثير الكثير. سبحان الله، لحسن الجوار صور متعددة. كل العائلات أو أغلب العائلات في هذا الشهر المبارك يطهون ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات، فما أجمل أن تأتي امرأة وتعطي لابنها صحن يرفع لجارتها أو جيرانهم، فسبحان الله شوف كيف كبيرة تحسها، شوف كيف يربط العلاقة بين الجوار، بين الأسر، بين يحسوا الحب بيناتهم. فأعطيكم هذا الحديث، لنأخذ الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. سبحان الله، أسلمت عجوز في بريطانيا بسبب هذا الحديث. كيف؟ سكنت أسرة مسلمة بجانب بيت هذه العجوز، ويوما ما جابت لها صحن من أكل التي طبخاته هذه المرأة. فسألت المرأة أو العجوز هذه، سألت المرأة: علاش، لماذا، يعني أشكرك بارك الله فيك، لكن لماذا؟ فقالت لها: عندنا حديث رسول صلى الله عليه وسلم، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فبكت تلك المرأة العجوز وتأثرت وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الحديث الصحيح، هذا هو الإسلام. فلدينا الكثير من هذه الصور، ومنها صور الطبخ في هذا الشهر المبارك. هكذا أستثمر صيامي وأحسن إلى جيراني. أتمنى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به. يا رحمة الله.